السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجينا في الفيديو بأخبار اللي عاجلة وعاجلة جدا على الانتقالات لكل من فريق الوداد وفريق الرجاء العالمي. ويلا باش ما نطوش عليكم ندخلوا مباشرة في التفاصيل ونبدأ الأخبار ديالنا عند فريق وداد الأمة. ونبدأ الأخبار ديالنا عند زهير المترجي. رسميا الإدارة ديال فريق وداد الأمة تم الفسخ العقد اللي تجمع بين زهير المترجي وفريق الوداد بالتراضي. يعني حاليا وبصفة رسمية زهير المترجي غادر فريق وداد الأمة، وهادشي اللي شكل واحد صدمة كبيرة عند الجماهير الودادية. ولكن عاوتاني اذا جينا نشوفو منطقيا بالمشاكل اللي كتبين زهير المترجي والاداره ديال فريق الوداد وبالاضافه لفوزي البنزرتي، فكان من الافضل اللاعب يفسخ العقد ديالو رفقه فريق الوداد. ولكن الحاجه اللي دارها زهير المترجي هو فسخ العقد ديالو مع الاداره بالتراضي، وزيد عاوتاني يسمح لفريق الوداد في المستحقات الماليه ديالو واللي كانت كتجلى في تقريبا 150 مليون سنتيم. وزيد عاوتاني بعد ما زهير المترجي فسخ العقد ديالو مع فريق الوداد، خلى واحد الرساله اللي مؤثره للجماهير الوداديه، وقال بالتحديد في هذه الرساله: هذه نهاية مرحلة وبداية أخرى. 14 سنة دوزتها كاملة في نادي الوداد الرياضي البيضاوي، فيها تدرج بالعديد من فئات السنية حتى الحمد لله وصلت للفريق الأول. وزيد عاوتاني قال باللي حقق في هاد 14 سنة بزاف ديال الإنجازات وبزاف ديال التدويجات، وهادشي كان بمساندة الفريق وبمساندة الجمهور ديال الوداد. وزاد عاوتاني قال باللي اليوم شاءت الأقدار باش تكون هذه هي النهاية ديالي رفقة فريق الوداد، وهذه هي سنة الحياة بطبيعة الحال. وزاد عاوتاني في الأخير زي المترجي شكر جميع الجماهير، وبهكذا غادي تكون نهايه حقبه زهير المترجي رفقه الفريق، وغادي يكون هو ثالث لاعب اللي غادر الفريق في الانتقالات الشتويه. ولو انا شخصيا كنت كنشوف باللي زهير المترجي باقي غادي يعطي الاضافه لفريق الوداد، ولكن كما قلت لكم المشاكل اللي كيعيشها مع الفريق، فمن الافضل كل واحد يشد اتجاه ديالو. وزيد عاوتاني غير باش نقول لكم قبل ما نمشي للخبر الموالي، اول واحد اللي كان علن باللي زهير المترجي غادي يغادر الفريق في الانتقالات الشتويه هو انا شخصيا، وكانوا بزاف ديال الانتقادات اللي قلت هذا الموضوع هذا، وها هو زهير المترجي بشكل رسمي غادر فريق الوداد. نمشي دابا للخبر الموالي واللي متعلق بعبد الاله حيمود. رسميا حسب ما وصلني من اخر الاخبار واللي كتقول باللي عبد الاله حيمود حتى هو غادي يغادر الفريق في الانتقالات الشتويه، ولا حسب اخر الاخبار كتقول باللي اللاعب حاليا عنده جوج ديال العروض اللي رسميه من الخليج. وزاد عاوتاني حسب اخر الاخبار عبد الاله حيمود شخصيا تيفكر باش يغادر الفريق في الانتقالات الشتويه، واذا شاف هاد العروض اللي توصل منهم من الخليج مسلكينو فغادي يغادر الفريق 100% في الانتقالات الشتويه. نمشي دابا اللاعبين اللي غادي يتعاقد معهم فريق الوداد في الانتقالات الشتويه، ونبداو باول واحد اللي هو الجزائري امير سعيود. رسميا على حسب اخر الاخبار كتقول باللي اللاعب ديال فريق الوداد الامه اللي هو زكريا الدراوي اقترح على الاداره ديال فريق الوداد باش يتعاقدوا مع اللاعب الجزائري امير سعيود. وزيد عاوتاني على حسب اخر الاخبار كتقول باللي زكريا الدراوي هو اللي تيقنع الاداره ديال الفريق باش يتعاقدوا مع هذا اللاعب. اما من ناحيه الناس اللي ما كيعرفوش هذا اللاعب هذا، فامير سعيود واحد اللاعب جزائري واللي عنده خبره كبيره في الميادين، وهذا اللاعب هذا في العمر ديالو 33 سنة وحاليا كيلعب فريق الرياض السعودي. أما من ناحية المركز اللي تيلعب فيه هذا اللاعب هذا هو كصانع ألعاب. وزيد عاوتاني باش نقول لكم بلي هذا اللاعب هذا عنده ألقاب اللي كثيرة وكثيرة بزاف، وزيد عاوتاني بزاف ديال المواسم كتيتحصر فيهم كأفضل لاعب. وزيد عاوتاني باش نقول لكم بلي في حالة الانتداب ديال فريق الوداد هذا اللاعب هذا شخصيا غادي يكون بين أفضل الصفقات اللي غادي يديرهم فريق الوداد في هذا الميركاتو هذا، لأن في الأخير والأخير غادي يجيبوا واحد اللاعب اللي عنده خبرة كبيرة في الميادين، وزيد عاوتاني غادي يجيبوه بواحد الثمن اللي مناسب. على هادشي افضل حاجه غديرها الاداره ديال الفريق هما يتعاقدوا مع هاد اللاعب هذا شخصيا. نمشيو دابا للخبر الموالي واللي متعلق بايوب بوشتا. رسميا الاداره ديال فريق وداد الامه تراسلوا مع ايوب بوشتا شخصيا من اجل الاتفاق باش هاد اللاعب هذا ينتقل فريق وداد الامه، والانتقال ديالو لفريق الوداد جا باش يعوض الرحيل المتوقع ليحيى عطيه طلب في الانتقالات الشتويه. وزيد عاوتاني على حسب اخر الاخبار كتقول بلي الاداره ديال فريق الوداد غادي يتعاقدوا مع ايوب بوشتا في حاله الانتقال ديال يحيى عطيه الله. يعني اذا مشاو يحيى عطيه الله بقى مع فريق الوداد، فديك الساعات الاداره ديال فريق الوداد ما غاديش يتعاقدوا مع هذا اللاعب. وزيد عاوتاني على حسب اخر الاخبار كتقول باللي الرئيس ديال نادي الشباب المحمديه اصلا ما تيعارش الفكره ديال الانتقال ديال ايوب بوشتا لفريق الوداد، على هادشي حاليا كيسين واش يحيى عطيه الله غادي ينتقل من الفريق ولا لا. ديك الساعات غادي يشوفوا واش اللاعب غادي يجيبوه للفريق ولا لا. نمشيو دابا لاخر الاخبار ديال الانتقالات ديال فريق الرجاء العالمي، ونبداو الاخبار ديالنا مع زكريا البيب. رسميا على حسب اخر الاخبار زكريا البيب بصفه رسميه رجع لصفوف نادي الرجاء العالمي بعد ما كان بطبيعه الحال معار لفريق شباب السوالم، وحاليا ورسميا هذا اللاعب هذا رجع باش يلعب مع فريق الرجاء. والرجوع ديالو لفريق الرجاء العالمي ما كانش غير هكذا، ولكن جا باش يكون هو البديل ديال بلعمري، لان كما كنعرفوا باللي بلعمري ما غاديش يبقى يلعب جميع المباريات، على هادشي افضل حاجه ردوا زكريا البيب باش يكون هو البديل ديالو. نمشيو دابا لاخر خبر واللي متعلق بالانتقال ديال احمد الخليج لفريق الرجاء العالمي. رسميا اليوم اتحاد ورقه داروا الشر
الشرط الوحيد للانتقال ديال احمد الخرج لفريق الرجاء العالمي، وهاد الشرط هذا كيتجلى باش الاداره ديال فريق الرجاء العالمي يدفعوا 300 مليون باش يشريوا العقد ديال اللاعب. يعني المبلغ النهائي اللي درتو فريق اتحاد تورك على فريق الرجاء العالمي كيتجلى في 300 مليون سنتيم، وهذا المبلغ هذا كيتعتبر شويه غالي، لان افضل مدافع اللي كاينين في البطوله الوطنيه ويلا تشريهم شي 500 حتى 600 مليون. اما من ناحيه احمد الخليج فتنشوف المبلغ اللي كيستاهلو يلا شي 250 حتى 200 مليون، اما المبلغ ديال 300 مليون فهو واحد المبلغ اللي مرتفع، ولكن في الاخير غادي نشوفوا واش محمد بودريقي غادي يشري في الاخير ولا لا. المهم هادشي اللي كاين من ناحيه اخر الاخبار العاجله لكل من فريق الوداد وفريق الرجاء العالمي، ويلا في التالي كان معكم حفيظ وتهلا.